سؤال واحد بس، ايه اللي خلاك صدقت مراد ومشيت وراه؟ اكل العيش، البلد مليانه فران وسخه ولازم تنضف. حقك يا يونس، حقك طبعا يا يونس، حقك تعيش في بلد نظيفه، وحقك كمان. اللي اقول له يا يونس، هو يعني ايه بلد؟ المكان اللي بتتولد فيه، ولا المكان اللي بيديك باسبور، ولا المكان اللي بياكلك عيش؟ اصل انا مش عارف استوعب الفكره دي خالص. ولا عمرك هتستوعب. احنا 100 مليون، يعني لو في كل مليون واحد وسخ زيك كده، البلد مش هتخرب، هندوس عليه بالجزمه وهنكمل عادي. هما لسه بيضحكوا عليكم بالكلام ده؟ لسه. والله يا يونس انا كان نفسي ارغي معاك اكتر من كده، بس مش عايز اخرك عن مراد. ازيك يا مايا؟ هي مايا دي بقى بنت ب 100 راجل، عملت دورها هايل يا يونس. دور؟ منين تعرفني انت؟ انا ما بعرفك اصلا. بس تعرفي جواد، ده بيشكر فيكي قوي. ما تبصلهاش كده يا يونس، دي بنت غلبانة وجواد كان بيشتغلها، بس الحقيقة يعني هي بني آدمة جميلة 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 جميلة. انت اكيد عرفت. والله يا اخي حرام الناس اللي عماله تموت بسببك دي. انا مش هرحمك يا راضي. وانا مش هنساك يا ونس. عمر، أنا وصلت النص إحداثيات مكان الصواريخ. والنص التاني؟ يعني يا مع راضي لسه بيدور عليها. راضي خرج من نص ساعة على طريق من ميلانو لماليزيا، وإحنا وصلنا بقية الأسامي اللي في الليستة، منهم اسم نصير الأحمدي، ضابط ليبي سابق وعايش في البيت. أول طيارة كمان 4 ساعات. نصير هنا بقاله 5 سنين، عمل شركة مقاولات كبيرة وبيشتغل مع أهم ناس في البلد، عايش لوحده، ابنه الوحيد اسمه عدي وبيدرس في مصر. يوم النهاردة الصبح كان عادي جدا، العيال اللي معايا ركبة تليفونه وما جالوش أي مكالمة غريبة. راضي بقى وصل الصبح وعمل تشيك إن في أوتيل شيك قوي، وقابل 2 من المافيا الصيني،
الاوتيل ده فيه حفلة برايفت هيحضرها ناس مهمة جدا جدا. هو المكان بيقفل امتى؟ كيكي لك انت جاي من النت كتاب الطور مش متأخر كده؟ منور يا يونس اخوك علي مش فارق اسمه موجود في لسته المدعوين في الحفله. انا اعرف تخش الحفله دي يوسين الاوضه في الاوتيل محجوزه باسمك ودي دعوات الحفله ايه الكمبيوتر ده عليه سيستم الاوتيل كله دي يوسين تنكا جي تنكا جي علي هو انت شغال ايه؟ زي ما انت شايف شيف يا عمر عملت ايه في موضوع ابن المصير؟ جاري تحديد مكانه ايونس. طب طمني ايه الاخبار يا مصطفى؟ انا قلت لعمر بيه لما كلمني اخطف له كان راضي ده وانت تيجي تستلمه من الثلاجه جوه. مش بسهوله كده. احنا عايزين يوصل اللي هو عايزه ويبعتها للي مشغلينه ونخلص منهم كلهم. كلام موزون شايك. طب انت ناوي على ايه؟ وانا ما ينفعش اظهر خالص. راضي لو عارف ان انا هنا العمليه كلها حبوس. السؤال بقى حسين بتعمل ايه هنا؟ شيف شيف يا راجل ده ولا يبان عليها خالص. انت كنت فاكر ايه؟ نصير وصل خليك قريب منه لأنك ما تروحش من عليه. يونس داخلين عليك حاول يونس نصير وصلت المسج دي بعتها لك. عمر بيتك يونس انا عايزك تنسى موضوع ابنك ده خالص. مش عايز ابوظ عليك الحفله انت والعموره. انت مين وشيت ايد؟ انا عايز الاحداثيه تنصير. I'll be with you shortly. أي أهدافيات؟ أنت تتكلم عن شيء أنا ما أعرفه أبدا. شوية أرقام معاك أنا عايزها وهاخدها يا نصير. أنت مو عارف أنا مين. أنا ممكن أحجزك بهذا البلد طول عمرك. أمال بيرد أنا غالي ليه؟ ولا انت مش عايز تشوف ابنك تاني؟ دلوقتي يا عمر. تمام يا يونس والمجموعة جاهزة. Thank you.
قلت انا يا شيخنا هي اضحيه. يونس واد هرب بالباب اللي ورا. انتوا منو بالظبط؟ ما تقلقش، ابنك بخير. الحق بين